المجلس. تعويضات لما يتولي إذا بالحق من المستشارين 2,800,000 درهم. مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 200,000 درهم. مصاريف نقل الرئيس والمستشارين في الخارج 600,000 درهم. مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة 1,000,000 درهم. مصاريف مهمة بالخارج للرئيس والمستشارين 600,000 درهم. مصاريف تأمين الأعضاء 200,000 درهم. شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز 200,000 درهم. مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال 2,100,000 درهم. مصاريف تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية 1,000,000 درهم. أما الفصل الخاص بالمساهمة في مصاريف المنظمات الدولية فلدينا المساهمة في الخيرات في الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية 25,000 درهم. المساهمة في الورق الأجنبية 20,000 درهم. مصاريف النقل داخل المملكة 40,000 درهم. مصاريف النقل بالخارج 120,000 درهم. مصاريف مهمة بالخارج 50,000 درهم. مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال 100,000 درهم. شراء التحف الفنية والهدايا لتسليم الجوائز وهدايا المبعثات الدولية 50,000 درهم. اشتراك في الجرائد الرسمية والجرائد والمجلات 25,000 درهم. ما يخص الفصل الخاص بالندوات والمناظرات والتدريب لدينا مصاريف الاستقبال 600,000 درهم. مصاريف الإيواء والإطعام 240,000 درهم. لوازم الطرد 50,000 درهم. أما أنشطة متعلقة بتسيير الموظفين فلدينا الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم 10,000,000 درهم. أجور المتعاقدين 3,180,000 درهم. أجور الأعوان العرضيين 400,000 درهم. تعويضات عن الأشغال الإضافية 25,000 درهم. تعويضات عن الصندوق 1,000 درهم. تعويضات عن الأشغال الشاقة والمستخفى 40,000 درهم. تعويضات عن المسؤولية 684,000 درهم. تعويضات عن الإشراف على المباريات والامتحانات 1,000 درهم. مساهمة أرباب العمل في الصندوق المغربي للتقاعد CMF 1,200,000 درهم. مساهمة في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الأدهى 150,000 درهم. مساهمة في منظمات الاحتياط الجماعي نوبس 200,000 درهم. تعويض عن القلادة 3,000 درهم. تأمين الموظفين والأعوان 6,000 درهم. لباس الأعوان المستخدمين 20,000 درهم. فيما يخص الفصل الخاص بالنقل وتنقل الموظفين والمتعاقدين مصاريف تنقل داخل المملكة 900,000 درهم. مصاريف مهمة بالخارج 100,000 درهم. مصاريف النقل داخل المملكة 10,000 درهم. مصاريف التدريب 10,000 درهم. أما الفصل الخاص بالأنشطة المتعلقة بوسائل السير الأخرى نجد اكسراءات بنية إدارية 1,000 درهم. اكسراء الأراضي 3,000 درهم. الصيانة والمحافظة على البنية الإدارية 1,600,000 درهم. الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي 50,000 درهم. الصيانة الاعتيادي للعتاد وعتاد المكاتب 10,000 درهم. الصيانة الاعتيادي لشبكات الهاتف والماء والكهرباء 20,000 درهم. الصيانة الاعتيادي للعتاد التقني 50,000 درهم. فيما يخص الفصل الخاص بلوازم ومطبوعات لدينا لوازم المكتب مواد طباعة أوراق ومطبوعات 200,000 درهم. لوازم العتاد التقني والمعلوماتي 200,000 درهم. فيما يخص الفصل الخاص بإماراء السيارات والآليات لدينا شراء وقود الزيوت 900,000 درهم. إطار الغيار والإطارات المنطقية للسيارات والآليات 600,000 درهم. صيانة وإصلاح السيارات والآليات 600,000 درهم. مصاريف تأمين السيارات والآليات 320,000 درهم. الضريبة الخاصة على السيارات 80,000 درهم. فيما يخص مواد البناء نجد شراء اللوازم الصحية ومواد الترصيص 20,000 درهم. شراء العتاد الكهربائي الصغير 20,000 درهم. أما الفصل الخاص بدراسات أبحاث وأتعاب والاستشارة القانونية لدينا دراسات عامة 600,000 درهم. أتعاب 150,000 درهم. مصاريف تهيئة لوائح أجور الموظفين بطاقة المؤسسات الأخرى 20,000 درهم. أما الفصل الخاص بمصاريف أخرى للإدارة نجد مستحقات استهداء الكهرباء 200,000 درهم. مستحقات استهداء الماء 100,000 درهم. رسوم ومستحقات الوصلات اللاسلكية 350,000 درهم. رسوم بريدية ومصاريف المراسلات 10,000 درهم. تأمين عن الحريق والمسؤولية المدنية 20,000 درهم. أما فيما يخص الإعلانات نجد إعلانات إدراجات ومصاريف النشر 100,000 درهم. نشاطات مالية متعلقة بتكاليف الديون فيها فوائد القروض الممنوحة من طرف صندوق التجهيز الجماعي 84,280,000 درهم ليصبح مجموع الباب 10 الخاص بالإدارة العامة هو 116,154,000 درهم. شكرا للجهود الاجتماعية.